يسرني المشاركة في حفل النهائي الدولي لمسابقة التحدي العربي للجوال في طبعته الثالثة التي تنظم لأول مرة في الجزائر. يشرفنا أن نرحب بكل هذه المواهب القادمة من مختلف الدول العربية. الشباب العربي ومن خلالهم الأمة العربية يمكن أن تبرهن للناس أنها لن تبقى دائما أمة مستهلكة لما ينتج في بلدان أخرى وفي عوالم أخرى، بل يمكن أن تسهم بدورها من خلال مثل هذه الاختراعات أيضا في التقدم الإنساني وفي الابتكارات التي تعود بالفائدة على الإنسانية جمعاً.